بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه الصورة عرضها موقع وكالة ناسا قبل أيام قليلة. أحببت أن أعلق عليها لأننا نادرا ما نتأمل هذا الكون، والله أمرنا بالتفكر أيها الأحبة. أمر فعل أمر، أمرك الله أن تتفكر في الكون، تتفكر في القرآن، تتفكر في المخلوقات. لذلك كثير من الآيات تدعو للتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يتفكرون. أولم يتفكروا، سؤال يعني تعجب، أولم يتفكروا؟ كل هذه العجائب في الكون لا تدعوك للتفكر؟ الحقيقة أيها الأحبة، التفكر والله هو علاج أحبتي في الله، علاج من أمراض هذا العصر الكئيب. عندما تحب أو عندما تزدحم عليك الهموم والمشاكل والاكتئاب وقلة الرزق وهموم البيت ومشاكل العمل وغير ذلك، إلجأ إلى التفكر بالكون لترتقي، تسمو، تنسى، تخرج، أخرج إلى الفضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بأن صعد ليلة المعراج في رحلة كونية، رأى الكون، كان في أشد حالات يعني الأذى، أذي كثيرا، فأخذه الله في هذه الرحلة ليمتعه ويعرفه وليتفكر في هذا الكون. فنحن الآن أيها الأحبة لدينا مثل هذه الصور، تعب فيها كثيرا العلماء، تعبوا كثيرا حتى جاءوا بهذه المجرة التي تشبه الفقاعة. الحقيقة هذه المجرة أيها الأحبة تبعد عنا فقط انظروا الرقم، 35 مليون سنة ضوئية، وهذا الرقم قليل جدا في المسافات الكونية. نحن نعلم أن أبعد مجرة مكتشفة تبعد أكثر من 13,000,000,000 سنة ضوئية، فتصوروا 35 مليون، يعني رقم بسيط، ولكن هذا الرقم هل تعلمون كم يساوي؟ الضوء إذا تمكننا أيها الأحبة من السير بسرعة الضوء، طبعا سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني لو قدر لك أيها الإنسان أن تعرج في السماء، طبعا الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الكون أيها الأحبة فيه سرعات، السرعة الكونية المطلقة كما يعتقد العلماء هي سرعة الضوء، وهناك أسرع منها ولكن لم تكتشف. لو قدر لي ولك أن نخترع مركبة فضائية ونسير بسرعة الضوء كل ثانية 300,000 كيلومتر، يعني خلال ثانية وربع تصبح في القمر، تصور ثانية وربع، يعني تقول واحد أصبحت في القمر. حتى تصل إلى هذه المجرة القريبة جدا منا ستحتاج إلى 35 مليون سنة. طب كم نحن صغار أمام هذا الكون. لذلك الله تعالى يقول، احفظوا هذه الآية وتفكروا فيها أحبتي في الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه المجرة كما يعني توقع العلماء تحتوي على أكثر من 50,000,000,000 نجم، 50 مليار في داخلها، تصوروا. والحقيقة تمتد على يعني قطر هذه المجرة من حافتها إلى حافتها أكثر من 50,000 سنة ضوئية، يعني لو قدر لك أيها الإنسان، ودققوا معي أحبتي في الله، لو قدر لنا
أن ننطلق من حافة هذه المجرة إلى حافتها، يعني قطر، أن نعبر قطر هذه المجرة، والتي تعتبر صغيرة نسبيا على فكرة، يعني أصغر من مجرتنا درب التبانة. لو قدر لنا أن نسير بسرعة الضوء سنحتاج إلى 50,000 سنة لنقطع قطر هذه المجرة من الحافة إلى الحافة. طيب هنا أنا أتذكر معكم آية أيضا أيها الأحبة، الله تعالى يقول يا معشر الجن والإنس، بدأ بالجن لأنهم أسرع من الإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان هو قدرة الله تبارك وتعالى وليس العلم البشري كما يعتقد البعض، لأننا بالمنطق إذا أردنا أحبتي في الله أن نخترع، حتى لو تمكننا من اختراع مركبة تسير بسرعة الضوء، وهذا مستحيل علميا أو عمليا، يعني ستحتاج إلى 50,000 سنة لتقطع قطر مجرة من بين مئات المليارات من المجرات. فأقطار السماوات كبيرة جدا، أكبر من طاقة الإنس والجن، إلا إذا الله تعالى أذن لهؤلاء الناس أن يعني يخترعوا مركبة تسير أسرع من الضوء بمليارات المرات يمكن. ولكن إذا تم ذلك ماذا قال تعالى؟ يرسل عليكما شواظ لهب، لهيب، اللهب هو من دون دخان، شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. سبحان الله. لذلك والله أيها الأحبة يعني عندما يعني أنا أخشى أحس بضآلتي أمام هذا الكون. لذلك أدعوكم أحبتي في الله أن تتأملوا كل يوم صورة، تتأملوا معي صورة كونية. هذه الصورة نأخذكم إلى أعماق هذا الكون يعني نتفكر، نستجيب للخالق عز وجل، نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يكن يجلس هكذا، كان يتفكر على الرغم من مشاغله ودعوته إلى الله وجهاده وتربيته والأذى الذي تعرض له، ويعني الجهود الكبيرة التي بذلها. هذا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يتفكر، كان يخرج في الليل، يستيقظ في الليل ثم يخرج فينظر إلى هذه النجوم. ماذا يقول أيها الأحبة؟ ينبغي كلما رأينا منظرا فيه نجوم، فيه كون أو أجزاء من الكون، أن نردد هذا جزء من هذه الآية أو هذا الدعاء: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب النار وأن يجيرنا من عذاب النار ومن عذاب القبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.